بالعيانين بالمصابين، لأما انت عارف ممكن يحصل ايه ويعتقلون انا بتهمة واحد جه ضرب بسلاح ومشي، يبقى انا جاي في مسيرة سلمية. وانت ايدته اللي جاي يضرب، انا ايدته؟ انا لسه حكي لك القصة. انت كده انا بسنده في ايه؟ وانت نازل هو نازل لك انت. انا قلت لك انت واحد مسلم مش ملتحي وما طلعتش في مسيرة، لا مؤاخذة لو انت مثلا واحد صاحبك بلطجي، انت بلطجي؟ لا بس انت نازل عشان تسامحه. انا هو اللي جاي يساندنا لما سمع ان في ضرب نار من القسم وان ناس ماتت. انا ولا اعرفه ولا عاوزه يساندني. انا مؤمن بقضيه اسمها السلميه. طب انت بتطالب بايه دلوقتي من داخل المسجد؟ انا بطالب يعني ايه؟ بالعدل. يعني احنا طالعين في مظاهرات سلميه اساسا من اجل العدل، ولا من اجل مرسي ولا من اجل كرسي. كنت بتضربه من جوه الجامع ليه؟ ايه بتضربه في بيت ربنا؟ عارف عاوز اقول لك على حاجه، انا مسكت واحد وكنت هفتح دماغه بطوبه كان ماسكها رخام، لان ده امال مين اللي قتل يا شيخ؟ يا شيخ انا لسه حكي له والله. في يا اخي في شباب صغير 14 سنه عيال، هل تفهم؟ وفي ناس عنده فوق 20 سنه ومتخلف ولسه كنت همسك فيه جوه الجامع دلوقتي حالا. بيقولوا العيال ده يا شيخ ليه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، انا لا اكل عشان اقبض. فالصوابع بتاعت الكف الواحده فيها تخين ورفيع وطول وقصير زي ما قلت لك برضك، وهكرر تاني. يعني برضه في الاخر يعني انا مسكت واحد كنت هفتح دماغه بالطوبه اللي هو ماسكها، ميه كراسي ازاي؟ ما صليتش الجمعه هنا، انا جاي هنا الساعه 2 وشويه. ماشي، ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الاسم ضرب على الناس اللي على الكوبري، بدا يسقط ناس متصابه وميته، بنجري بيهم والدم مالي السجاد، بنحاول نسعفه، بدات الناس تموت. طب انت هتمشي تسيب ناس ميتة؟ قعدنا بنجيب اللي ايه اللي بيتصاب واللي بيموت. فوجئنا ان سمعنا ان في مسيرة جاية ومعاها سلاح. انا مش كده، محدش شافها، انا جاي من احمد حلمي، محدش شافها، احنا سمعنا ان هي جاية من ناحية غمرة، واخد بالك؟ انا ولا شفتها ولا شفت السلاح. وطبعا ضرب النار انت مش عارف مين بيضرب على مين، انت عارف ان الدخلية بتضرب نار، لو جه حد ضرب عليها انت مش عارفه ولا شفته. اللي ضرب بالنار طبعا راجل يعني ايه بيرفع سلاحه وفاهمه بيعمل ايه، اللي ماشي بيتكلم في طبعا مش هيتزنق زينا الغلابه في الجامع مع الستات. اللي بيرفع سلاح ما بيجيبش معاه مراته، ما بيجيبش معاه اخته، خدت بالك؟ فاحنا اتزنقنا ما بين ان في ناس واقعه بنحاول نسعفها، وان حظر التجول دخل. انا نازل المترو لقيت الناس طالعه، المترو اتقفل، ما خدتش بالي ان الساعه بقت 7. طب هروح فين؟ جيت امشي كده، قالوا لا ده في بلطجيه واقفين عند كوبري غمره. الساعه 7 كنت عايز تمشي كده؟ اه. كانت ماشيه كده؟ كانت ماشيه ازاي؟ كانت ماشيه كده، ما كانش في ضرب هنا ولا كان في اي حاجه. انا بقول لك اول ما جيت امشي وصلت الكوبري المشاه انتم منين يا شيخ؟ وقالوا انا من معادي. وصلت الكوبري المشاه وقالوا ان في بلطجيه على كوبري غمره اللي قدام.